بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم مع درس جديد من دروس الرخصة الإيطالية من الألف إلى الياء. اسمحوا لنا في البداية نرحب بحضراتكم، وياريت لو مش مشترك في القناة تشترك الآن وتفعل زر الجرس عشان يوصلك إشعار بكل الفيديوهات الجديدة، وياريت تشير الفيديو عشان المعلومة توصل لكل الناس، ولو عجبك الفيديو ما تنساش تسيب لنا لايك وتعليق أسفل الفيديو. يلا بينا نشوف درسنا النهاردة. ما زلنا مكملين مع سلسلة كلمتين وبس. سلسلة كلمتين وبس، سلسلة بنتعلم فيها حل الأسئلة بكلمة واحدة أو بكلمتين. السلسلة دي بتهم في المقام الأولاني الناس اللي ما عندهاش لغة. ما عندكش لغة ما تخافش، هخليك تحل الأسئلة بكلمة أو بكلمتين. في البداية نشوف بعض التعليقات اللي وردتنا على سلسلة كلمتين وبس، نشوف أحدث التعليقات اللي موجودة من الأعضاء. المشترك بيقول لي هنا بصراحة دروس كلمتين وبس من أروع الدروس في برنامجك الرخصة الإيطالية من الألف للياء، ولو سمحت هل توجد تسجيل للأسئلة بدون صورة؟ طبعا إن شاء الله إحنا قلنا هنعمل كل الكتاب بقدر المستطاع من الباب الأول للباب 24، سواء كانت الإشارات أو حتى الموضوعات اللي هي من غير صور، سواء كان بصورة أو من غير صورة. يعني هنخلص الإشارات ندخل بعد كده على المواضيع اللي هي من غير صور. إن شاء الله ما تقلقش، كل شيء هيبقى متاح، وإن شاء الله خلال أو 30 سؤال هنحل كل سؤال فيهم بكلمة وكلمتين. يعني أنا محتاج أحفظ لي 100 كلمة على الأكثر بحيث أقدر أدخل وحل الامتحان. نشوف مع بعضنا كده إشارتنا النهاردة وإزاي نقدر نحلها. سينيالي إنديفيكاسيوني استرادالي. سينيالي إنديفيكاسيوني استرادال، إشارة تحديد رقم طريق. إشارة تحديد رقم طريق. النهاردة نتكلم عن استرادة استطالي نمرو دو. استرادة استطالي نمرو دو. الاس اس، الاس اختصار لكلمة استرادة، والاس الثانية استطالي طريق وطني أو وطني، ودو اللي هو رقم الطريق. يبقى استرادة استطالي نمرو دو. ازاي هيحل الاسئله اللي ممكن تجي لك على سينيال دي انديفيكاسيوني او استرادة استطالي اشاره تحديد طريق وطني اللي هو اس اس دو بالخلفيه الزرقاء. النهارده عندنا ثلاث كلمات. الكلمه الاولانيه استطالي، استرادة استطالي كلمه استطالي يعني وطني. انترنو داخلي، تيب نوع بس. استطالي انترنو تيب، استطالي اللي هو الطريق الوطني او كلمه وطني، انترنو الداخلي او الداخل، التيبو اللي هو النوع او الصنف. دول الثلاث كلمات اللي محتاج احفظهم عشان اقدر احل اي سؤال على استرادة استطالي نمرو دو او رقم الطريق الوطني اللي هو 2. طيب ندخل بقى على الاسئله ونطبق الكلام ده عملي ونشوف ازاي الاسئله بتجيلي. ادا السؤال الاولاني، نعمل ايه؟ نحدد الإشارة بتاعتنا اس اس دو بالخلفية الزرقاء. محتاج أدور على كلمة استطالي أو انترنو أو التيب. التيب لوت اللي هو الصنف أو النوع. تيب النوع أو الصنف، أقوله فيرو. اتنين كلمة ايه؟ انترنو. احنا عندنا استطالي وانترنو والتيب. كلمة انترنو هو الداخلي، أقوله فيرو. تلاتة استطالي، استرادة استطالي أو كلمة استطالي وطني، فيرو. أربعة استطالي، فيرو. خمسة ندور بقى على كلمة من الكلمات الثلاثة استطالي أو انترن أو التيب، مش موجودة، أقول له فالسو. طب رقم ستة، نحاول ندور على كلمة من الكلمات الثلاثة اللي هي استطالي وانترن والتيب، مش موجودة، يبقى فالسو. طب سبعة، نحاول ندور برضو على كلمة من الكلمات استطالي انترن التيب، مش موجود، يبقى فالسو. 8 نفس الحكاية، أدور على كلمة من الكلمات الثلاثة مش موجودة، يبقى فالسو. رقم 9 برضو، نحاول ندور على كلمة من الكلمات الثلاثة مش موجودة، يبقى فالسو. طب السؤال العاشر، محتاج أدور على كلمة من الكلمات الثلاثة اللي هي استطالي انترنو تيب، مش موجودة، يبقى هقول له فالسو. كده حلنا كم سؤال؟ حلينا 10 أسئلة، اللي هي كل الأسئلة اللي ممكن تجيلك على سينيال انديفيكاسيوني استرادة استطالي أو إشارة تحديد رقم طريق وطني. حلناهم بكم كلمة؟ حلناهم باستطالي انترنو
تيب، استطالي انترنو تيبو. شكرا لكم على حسن الاستماع وعلى حسن المتابعة، وحتى نلقاكم في درس جديد، لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.